الحمد لله الحمد لله، يعطيكم الصحة ومرحبا بك ومبروك الباجية الكل. وذايا فهمتي كما كنت نحكي 60 روكم فيرماسيون تاع لو نيفو تاع الاولمبيك تاع باجة اللي كانوا في تحسن كبير، وراه مش صدفة كنا هزينا الكوب وهزينا سوبر كوب اكريت ماتش اليوم سيتي معناتها بالاقناع الحمد لله. وان شاء الله هذه بداية انطلاقة مثلا البلاي اوت ان شاء الله نبداوه نبنيوه على الماتش هذايا ونعملوا بلاي اوت وتبقى الاولمبي الباجي في النخبة ان شاء الله وربي معنا. ماهيش سهلة ماهيش سهلة، تعدات علينا برشا 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 مشاكل وبرشا ضغوطات جماهيريا وماديا ومعنويا وكل شيء. الحمد لله السوبر كوب هذه ان شاء الله تكون فهمتي نتيجة ان ساكريفيس للباجية الكل، ونوجه تحيه للباجي الكل باش يقفوا مع الجمعيه نتاعهم ان شاء الله. هذه البدايه صحيحه نتاع الاولمبيك، كي تبني على الكاتر ماتش الاخرانيين تبني على الريزلتا الاخرانيه الناس كل تعطينا زيرو شونس باش ننزلوا اليوم سوبر كوب. بار كونتر لي جوار كانوا رجال جرينتا، امننا بهم امننا باللي كاليتي نتاعهم عطيناهم ثقه تامه، عداوا ماتش كبير قنعوا. مبروك مبروك عليهم هما زادا باش هما زادا يظهروا ويبرزوا باش هما زادا بيدهم يتعرفوا. ربحت الناس الكل، ربحت باجا، ربحوا جوارات، ربحت الجهه الكل. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله دائما حسن الى احسن.